دورة وعكلة. دورة وعكلة لليوم باش ندورو نعكلو ما بين شوية قنوات تلفزية وشوية أحداث ميدانية. هات نبداو برئيس الحزب الجمهوري سي أحمد نجيب الشابي واللي كشف عن حقيقة علاقته بحسين الجزيري عن حركة النهضة. حسين الجزيري ما فماش سر، هما يقولوا اللي انتم قاعدين تتلقاو وسرقة وجهات في عهد النظام السابق، وقت الناس حقيقة كانت ترتعد من إقامة أي علاقة. علاقة؟ علاقة من أي نوع؟ مع إسلامي. عليه هما الإسلاميين يعملوا علاقات؟ ياسي الشاب يهديك، أحكي كلام واضح وصحيح. تحب تقول معناها كي كان ما يكلمهم حد كنت أنت الوحيد اللي تكلمهم رامبو في زمانك؟ معناها تفهم ناس ما يتفهموش معهم جملة ودافعوا عليهم وترافعوا عليهم. تي ما وقبل الثورة عاد كنتوا بكلكم مخيين وتحبوا بعضكم غير الزمان دوا. هي اسمعوا توا هو باش يقرب الحقيقة ويجيب من الاخر. عمري ولا مشيت لباريس من غير لنفطر مع سي حسين الجزيري الراجل قالك عمره بالعمر ما مشى لباريس وما فطرش مع حسين الجزيري، مع سي حبيب المقلي ومع سي عامر العريض وسي بالطيب وزير التعاون السابق وتلمت الأحباب. لما عليك لظهر لي فيك سي نجيب حملة انتخابية شعارها كسكروتات، توا جبدولك على حكاياتك مع النهضة، قلت كنا نفطروا مع بعضنا ماكلين ما وملح، ما تقولناش دي الحكاية، ما تقولناش عاش كباب لوحده ياخذ، عاش كفتة لوحدها ياخذ، عايز مشكل وماله. من ناحية نحافظ على صداقاتي، ولكن الأهم هو أني عندي علاقات سياسية مع أطراف الحياة السياسية في تونس. نفهموا فيك، ربي هني حاسيله سعيد بسعيدة. هاوكا كي تترشح للانتخابات وتربح شوف ايش باش ندعيو لك. اللهم اديله طحينة واديله ترشي، اللهم ترشيك، اللهم فلفله وخيرله ودزرله وديله كل مشتهيات يا رب العالمين. هيا برا توا نتعديو لبلاتو اخر وين الاعلامية سيما المزوغي عطاتنا رايها بكل صراحة في التشدد الديني. حبينا ولا كرهنا فما عقال 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 ركز ركز تي ركز يا سيما، عقال 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 وهابي ظلامي حد النخاع جيل تونس يحب يغطي شمس تونس. وانتي عندك ما يثبت فاش قاعدة تحكي. انا فما شهادة حية، انا مرة متعدية بحضة رياض اطفال في منطقة منوبة يعني روضة اطفال قرآنية، نسمع فيهم تعلم فيهم في الحروف شنو تقول لهم؟ شو تقول لهم شو تقول لهم؟ تقول لهم لام لحية اطلقها ولا احلق. نعم يا اختي. شنية شنية شو تقول لهم؟ هم لام لحية اطلقها ولا احلقها. تسمعوا يا جماعة في القاعدة تقول لهم ونكملوا احنا الالفابي وقولوا لهم نون نقاب نرتديه ولا ننحيه، ونزيدوهم الف ابو عياض شيخنا والارهاب ديننا. وبرا نكملوا مع الجيم ونقولوا الجهاد حلمنا والجنة جزاؤنا. الله الله شي يركب 66 كيف أصل حالتنا حالتنا متعبة. ليه واللي عجبني في سيما المزوغي إنسانة عملية برشا. اي تسمعوها بعد الشهادة الحية اللي جابتها، قالت لكم عندي حلول ومقترحات. كمل كمل يا سيما هانا نسمعوا فيك. أنا نقترح ما ونحن نحكيه على الخطاب الديني. أنا نقترح اللي أئمة الجوامع أنا نقول نعملهم دورات تكوينية. أي يشبي دورات تكوينية ما فيه زعمة. نعملهم دورات تكوينية في الفلسفة وفي الفنون الجميلة. يشبي أئمة الجوامع نعمل لهم دورات تكوينية في الفلسفة وفي الفنون الجميلة خاصة، يعني بقدرة ربي بعد ما تكون الدورات التكوينية هذه ناجحة تولي عنا أئمة الجوامع يغنيوا راب كما هكا. يعني إيه إسلام وفوبيا في مصر مش تونس وليبيا، يعني كيلو نص لوبيا منقوعين في شب صوبيا تسقيهم ناشط سياسي وتحاوط ويقلبوا قاسي زي اللي في كوكب زانوبيا زي اللي في كوكب زانوبيا. حسيلوا مقترح يذكر فيشكر يا أخت سيمة. أي برا نتعديو للأخبار في نسمة واللي شعارها ولا المال كثير ولا خوف من الفقر. في الشأن الاقتصادي تحسن الوضع في البلاد وتراجع نسبة التضخم المالي. شفتوا سبحانه معظم شينه جمعة جاي والبركة هلت وبر. أي هوما باش يعملوا انترفيو مع محافظ البنك المركزي سي شادي العياري. اش قولك الدينار طالع ولا هابط هالأيامات؟ دينار اش تحب يخرب؟ اش بيه الدينار؟ دينار اش تحب يخرب؟ تقول يا خير التحسن تاعو مخوفني دابا. التحسن نتاع الدينار مخوفك؟ دي ساعة نورمال موراك تفرح. طالع طالع السميز من جدو اخلط عليه بالباراشوت. ها ربية والفوق كان بكره ربية اللوطة تو العربية الفوق. وانتي متقلقة؟ وش زعمة محافظ بنك مركزي وهذيك خدمتك؟ اليوم وصل احنا يعني كما الانسان كي يوزن وما يعرفش يحط الكورسور فين بدا يلعب. شنيه؟ كما الانسان كي يوزن وما يعرفش يحط الكورسور فين بدا يلعب، يحط الصروف
فوق الو... فوق الو... البسكولة بشارة فوق وليقف نتكيف الرحمة لكن البغين حسيب وشوفوا انتو ما كان فهمتوا صدقوني يعني ما فهمت شيء كان هاري سويت محافظ البنك المركزي الشادي العياري لا ما بيجمعش باباراتزي